السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدنا نطبخ الفطر العسلي. الفطر العسلي اللي نقيته امبارح، او لا حتى اليوم الصبح، هسه قبل ساعة زمن. امبارح بالليل عملنا تجربة الابواخ. اللي مش عارف عن شو منسولف بالنسبة للفطر العسلي يروح يحضر الفيديو اللي طلعناه عن الفطر العسلي اللي هو قدامي الآن، ويشوف يا معلم شو اللي كنا نسولف عنه. بالفيديو السابق قلت لكم يا عمي قبل ما أطبخ الفطر العسلي بدي أعمل تجربة اللي هي تجربة الأبواغ. فأني حط امبارح رحت على الدوام، جبت أشمن قبع زي هذول وحطيتهن على المرشة اللي بالسيارة عشانها سودة، ودوامي 12 ساعة. اجيت الصبح وشفت الابواغ اللي نازلة، اللي هي الابواغ البيضاء، وهاي كانت اخر يعني تجربة مشان اتأكد انه الفطر اللي قدامي اللي هو الفطر العسلي. هايني فردتهن هون، وهسه بورجيك اياهن يا معلم. الفطر العسلي يا شباب، الشيء يفضل انك تسلقه نص سلقه. شلون بجنن اللايقات، فيش داعي تغسله الفطر. فطر زي الحلاوه. شوف ما شاء الله ما شاء الله. طبعا ديش اسويهن كلهن. هاي البصله يتكتكن يا معلم. الصاج هون نحط لنا كمن قبع فطر هون، شايف من هاللايقات. وهاي هيك حط عليهن نتفة مية بس يا اخوان. هاي الفطر هذا بدك يعني تسلقه نص سلقة، فأنا بس احط عليه شوية مية شوية بس واغطيه، وبعدين ارد اطلعهن واصفيهن واعملهن مع بصلة وملح وفلفل بس. هذا الفطر يعني له فوائد عظيمة سبحان الله. انواع الفطر الجميلة والجيدة جدا والصحية، في مقاوم للخلايا السرطانية سبحان الله، وبقول لك منظم للسكر في الدم، منظم للسكر بالدم، وكمان مضاد للأكسدة، صحي جدا ومفيد. وبدي أصفيهن. شايف صفناهن، شايف حطنا شوية زيت. البصلات بسم الله، الله يهين يتحمصن شوي ونزي الرخو شوي. ها شوف سبحان الله، حطنه هاي هيك، شايف الله يهين سياتي تكتكن ويتظبط. ومش هذا فطوري، انا جاي من دوام ليل من المستشفى، هذا فطوري يا اخوان. فطوري فطر، شو بدك احسن من هيك؟ ملقيه بيدي الحمد لله. سريع حوسي يعني سريع. الفطر بتقدر تساوي فيه انت شوربه، تقدر تساويه مع شوي يعني تحطه هيك شوي على الفحم، تقدر تسوي زي ما بدك. تون 100% ولايقات. هاي خلينا نحطهم على جنب هون، وهسا بريق الشاي بنرجع لهون لانه ما غلي مزبوط اصلا. خلاص ريف الخبز هذا، شوف شلون صار لايق ومرت ماشي. وبدنا نجيب هذول حامي شويه وناكل. بسم الله الرحمن الرحيم، حامي شو بسم الله. بسم الله. ها فطر لايق بسم الله. والله زاد شيء وقريب من اللحمة. بستنى ببريق الشاي
تجربة كويسة مع الفطر، الفطر العسلي. شوف الفيديو اللي نزلته أول شيء، خصائصه وصفاته، وشوف شلون طبخناه، وشوف فوائده الطبية. وأنا بستنى ببريق الشاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيني وبينك قلت خلاص بكفي شوية، باكل شوية، بديش أكثر عشانها أول مرة، وخلص وقف التصوير. بس جبالي أطرق لي كمان الرغيف بصراحة النزاج. ضبضبت لغراضني ورجعت لبريق الشاي، ضبطنا غلي. المهم إذا نزلكوا الفيديو وشفتوه على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، معناته الأمور تمام والفطر 100%. لا إن شاء الله ما بصير شيء، بس بنزبط الفيديو وبننزلكم إياه. السلام عليكم.